اتفق وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي على تسليم السلطات الأفغانية المسؤولية الأمنية في البلاد بشكل تدريجي، ويأتي ذلك كتمهيدا لانسحاب القوات الأجنبية بالكامل في وقت لاحق. هنا في تالين عاصمة إستونيا، حدد وزراء خارجية دول حلف الأطلسي 28 ونظرائهم من 18 دولة أخرى تشارك في القوة الدولية بقيادة الناتو في أفغانستان، حددوا ما وصف بظروف وشروط التسليم التدريجي للمسؤوليات العسكرية والمدنية في أفغانستان إلى الحكومة الأفغانية، تمهيدا لانسحاب القوات الأجنبية لاحقا. Our aims in 2010 are clear. أهدافنا خلال العام 2010 واضحة، وهي أن نبادر إلى مهاجمة المتمردين وأن نساعد الحكومة الأفغانية على حماية سيادتها، ومن ثم نبدأ في نقل المسؤولية عن أفغانستان إلى شعبها. الأفغان وكل الدول المشاركة بقواتها معنا تطالب بتقدم ملموس، وهم على حق في ذلك. أمين عام حلف الناتو لم يعطي التفاصيل أوضح عن الوسائل التي ستؤدي إلى توفير الظروف الملائمة للبدء في عملية انتقال المسؤوليات إلى الحكومة الأفغانية، لكنه قال إن لدى الحلف وشركائه خارطة الطريق التي تؤدي لذلك. اتفقنا على الطريقة التي تتيح بدء المرحلة الانتقالية. لقد انطلقنا في هذه العملية وحددنا الأسلوب الذي سنتعامل به مع الظروف التي ستواجهنا، بحيث يصبح أي انتقال للمسؤولية دائما ولا رجعة عنه. راسموسين قال إن قوات الحلف لن تهرول بالخروج من أفغانستان قبل أن تتحقق الشروط الميدانية لانسحابها. أما الأمريكيون فدعوا إلى الاستمرار في الالتزام طويل الأمد تجاه أفغانستان، ليس من جانب الناتو وحده، ولكن كذلك من قبل الدول الحليفة الأخرى غير تلك التي لا تملك قوات هناك كاليابان وغيرها. لقد صنعنا تغييرا دراماتيكيا في أفغانستان خلال العام ونصف الأخيرين من عملنا تحت إدارة الرئيس أوباما، وفي الحقيقة نحن نملك قيادة جديدة على الأرض هنا في الناتو. لدينا مستوى جيد من التفاهم والالتزام من قبل شركائنا الدوليين، وعندنا ما يشجعنا من التعاون الوثيق بين الدول وقواتها والخبراء المدنيين، وأنا أرى كل يوم أن نتائج هذا التنسيق تؤتي ثمارها. And I see every day the results of this much better coordinated approach. مصادر الناتو كانت قد ذكرت أن عمليات تسليم المسؤوليات للأفغان لن تتم دفعة واحدة، بل إقليما بإقليم وولاية بولاية، حيثما تتأكد قدرة الحكومة الأفغانية على إثبات سيطرتها. أنور العنسي، بي بي سي.